السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة ثانية من سلسلة تعلم ثلاث جمل بالإنجليزية. اليوم سوف نتعلم ثلاث جمل جديدة. نواصل، نبدأ أول جملة لدينا. كيف نقول بالإنجليزية؟ How do we say in English؟ كيف نقول كم عمرك؟ كم عمرك؟ كيف نقول بالإنجليزية كم عمرك؟ How do we say in English؟ We say، نقول. We say in English، نقول بالإنجليزية How old are you؟ كم عمرك؟ How old are you؟ لدينا جملة ثانية. كيف نقول بالإنجليزية أين تعيش؟ أين تعيش أو أين تسكن؟ أين تعيش؟ أين تعيش؟ كيف نقول بالإنجليزية أين تعيش؟ We say، نقول Where do you live؟ يقول يسقسيك شخص، يقول لك Where do you live؟ أين تعيش؟ يعني أين تعيش؟ Where do you live؟ الجملة الثالثة لدينا. كيف نقول بالإنجليزية ماذا تفعل أو ماذا تعمل أو ماذا تفعل في حياتك اليومية أو ماذا تعمل؟ يعني ما هو عملك أو ماذا تفعل؟ أو أنت طالب أو أنت تعمل في مهنة معينة؟ ونقول بالإنجليزية ماذا تعمل؟ نقول بالإنجليزية ماذا تعمل أو ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ نقول we say in English، نقول what do you do. أو نستطيع أن نقول what do you do for living. What do you do for living. ماذا تفعل لكسب لقمة العيش؟ هكذا يعني الترجمة الحرفية. ماذا تفعل للعيش؟ يعني كيف، من أين تكتسب يعني قوت يومك؟ يعني كيف، what do you do أو what do you do for living. إذن الجملة الأولى لدينا How old are you. الجملة الثانية Where do you live. الجملة الثالثة ماذا تعمل أو ماذا تفعل؟ What do you do؟ أو نستطيع أن نقول What do you do for living؟ Thank you so much guys. I'll see you next time. شكرا لكم على المشاهدة. نراكم في الحصة الثالثة إن شاء الله من سلسلة تعلم ثلاث جمل بالإنجليزية. لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية. شكرا.